شو بدك أكتر من هيك؟ قلي إذا في عندك كرامة وسمعتنا بتهمك كل هالقد، يلا نقلع من هون. يا بابا، بابا لا تقول هيك. تعرف صرت اكره هتطلع بوشك. لا بابا، أنا مالي مصدقك. بابا تطلع فيني، تطلع بعيوني وقلي إنك بتكرهني وما بتحبني، قلي إنك بتكره حتى تشوف وشي. ليك أنا ما عاد بدي أشوف خلقتك بالمرة. بابا، إذا بدك ياني إني روح وما أرجع، رح نفذ رغبتك فورا. أمرك بابا، أنا رح روح من هون، رح أطلع من كل راجبيبلا، بس قلي إياها مرة واحدة، قول إنك سامحتني وبوعدك إنه ما عاد تشوف وشي أبدا أبدا. أنت ما بدك تسمعني ولا تشوف وشي هون، ولا حتى بدك تسامحني على شيء، وأنا كمان ما رح بعد عن هذا البيت، عيلتي وطفولتي وذكرياتي كلياتها فيه. أنا تربيت هون بابا، وقلبي معلق كمان هون، وإذا ما سمحت لي ارجع فوت برا تانية على البيت، ما عادت تفرق معي، لأني ما رح أتحرك من هون أبدا، رح ضل بمكاني، ما رح أرجع على البيت بابا، رح موت واندفن هون بابا. وبدل ما روح واترك البيت، رح اترك لك الدنيا وريحك مني كمان. انا رح روح وبس، موت ترحم علي على القليلة، بلكي بعد ما موت رح تسامحني وترضى علي. سامحيني يا أمي. فراس! 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 رد علي! فراس! رد علي! حتى يساعدني! حتى يساعدني يا جماعة! إن شاء الله ساعدوني! ابني عم يموت! إن شاء الله ساعدوني! ساعدوني! ابني روحي! لو شو ما عملت ما رح سامحك!